يستعد فاشن فورورد الحدث الأبرز في صناعة الأزياء والموضة في الشرق الأوسط لتنظيم دورته الخامسة التي ستشهد مشاركة نخبة من أشهر مصممي الأزياء في المنطقة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ميناء السلام بدبي. قد ما فينا عم نجرب نحاول إنه نفرجي المواهب الموجودة بالمنطقة ككل، مش بس بدبي، بس أكيد شو بقول الماجوريتي هي بدبي. في عنا حوالي أكثر من 10 إماراتي مصممين إماراتي رح يكونوا مشاركين، إن كان بعروض أزياء أو بشيء بنسميه The Garden. The Garden هو it's like a fair، مثل ماركت، فيهم العالم يجوا يتسوقوا من بضائع أو تصاميم مصممين. طرح المؤتمر خطة الحدث الاستراتيجية، إذ سيشمل الحدث المنعقد في 10 أبريل في ميناء السلام عدة فعاليات تختص بالموضة والفن، وسيتخلل الحدث انعقاد جلسات حوارية تناقش آخر ما توصلت إليه خطوط الموضة العالمية وغيرها من المواضيع ذات الصلة. الحلو فيه أنه صار عم يندعم كتير من الصحافة، من الديزاينرز، هلأ عم يحكوا أنه عم بيصير فيه محلات أكتر، يعني ديبارتمنت ستورز وريتيلرز أكتر عم يدعمونا، فأكيد لح يكونوا أقوى من ما أنا أكون لوحدي، أو على القليل بتمنى أنه هيك يكون الوضع. وبعدين منصير مثل العائلة، كلنا مع بعضنا مندعم بعضنا. والله فاشن فورورد الصراحة يعني it's a good event على to give us more exposure، خاصة في الخليج والجي سي سي، ونبغي نراوي الناس ان او الكولكشن اصلا مره واحده. يتطلع فاشن فورورد لان يكون اهم منصه ازياء في دبي ومنطقه الشرق الاوسط، وان يساهم في تحديد مسار صناعه الازياء والموضه الاقليميه، حيث يعد منصه داعمه للمصممين الواعدين في المنطقه وبوابه خروجهم من المحليه الى العالميه.